السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. لدي هاي الكلمة السريعة اللي أتحدث بها عن بوست نشرته على صفحتي في الفيسبوك قبل 6 سنوات سنة 2016 في هذا اليوم، وقلت فيها بأنني أشعر بأن العرب لا دين بالمعنى الكلمة لهم، أنهم شعوب لم تصل مرحلة تشكيل دين حقيقي واحد متكامل لديهم، بمعنى المعاني أن الرسول الكريم أتى بدين جديد، ولكن هذا الدين جرى تغييره بشكل نهائي وتعديله، أو جرى العمل على تنفيذ هذا الدين، وهو ببساطة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنى المعاني أنه هذا الإله هو الذي يحكمنا جميعا وشريعته يجب تطبيقها جميعا. فكرة ممتازة، يعني هي فكرة سياسية، فكرة حياتية، فكرة إنسانية، يعني إنسان فكرة بأنه يقود الجماعة أفضل من التشتت والفرقة، لكن هذا المشروع مثل أي مشروع آخر في حياة الإنسان لابد أن يصطدم بإشكالات كثيرة. في هذا البوست قلت فيه تحديدا، حتى لا أطول كلامي، قلت فيه تماما بأن كلما طال الوقت أشعر أن العرب لا دين بمعنى الكلمة لهم، وأن كل ما حصل هو مجرد استمرار لحروبهم الجاهلية، ولكن براية موحدة جديدة اسمها الإسلام، وهذا حل بديل عن مواصلة الحروب تحت رايات أخرى كانت أكثر وضوحا ودقة، مثل راية العشيرة أو القبيلة أو العائلة. هكذا قلت أصبح الإسلام بلا دين، أو إسلام هؤلاء بلا دين، بل ولا بدون حتى سياسة. نحن شعوب، هذا إضافة من عندي للبوست القديم، نحن شعوب بصراحة ما زلنا مبتدئين في السياسة، ومفهوم السياسة لدينا هو لا يعدو عن مفهوم سياسة الخيل، وهذا معنى الكلمة العربي الدقيق، وكانت يقصد بها إدارة سياسة شؤون الخليفة وحاشيته وقصر الخليفة، وليس أبعد من هذا. هذا مفهوم السياسة لدينا، ويبدو أن الأمر ما زال نفس المفهوم، هو المفهوم السائد، والسياسة معنى العام للمجتمع هو سياسة الخيل، أي أن الراعي والرعية، الراعي يصوت الرعية تحت سياطه ويجعلهم يسيرون على الصراط القويم الذي يضعه لهم. أيضا أرجع للبوست وقلت بأن هذا الإسلام أصبح بلا دين ولا حتى سياسة، أصبح أيضا مجرد راية لنزاعات قبلية قروسطية، يعني من القرون الوسطى، الصراعات هذه متواصلة وبلا انقطاع، ويبدو أنه شرط وجودها هو شرط تواصلها، وهذا بالنهاية أدى إلى أن يصبح الإسلام مفرغا من محتوى ومختطفا، معنى أنه هذا الإسلام هو فكرة وتحولت إلى إجراءات شكلية وفقه وشريعة وفرائض ومسائل طقوسية ليس أكثر من هذا، ويطالب الإنسان بأن يؤمن بهذا الدين، لا بأن بكونه حاجة ذاتية من لديه، أو بمسألة هو مقتنع بهذا الأمر، إنما هو يجب أن يقنع نفسه به، وليس أن يصدر عنه بطريقة حرة وخاصة، لأن فكرة الإيمانية لا يمكن أن تجعل شخصا أن يؤمن بالقوة، إنما يجب أن يكون لديه مساهمة في هذا الإيمان. أما أن تخسر الناس جميعا على الإيمان فهذا الموضوع مختلف تماما. يصبح الإسلام هو الوجه الآخر للإيمان، والإيمان يصبح معنى مفرغ من المحتوى، وكذلك الإسلام نفسه كدين مفرغ من المحتوى، أي أنك تنتمي لهذا الدين ليس لأنك مؤمن به، إنما مفروض عليك أن تؤمن به، وهذا أمر كما لا يخفى خطير جدا ومختلف جدا عن المعنى الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الدين. الدين الذي يفتقد إلى حرية صاحبه وحرية المؤمن به يفقد معناه بالضرورة. هذا هو اللي خلى بالأخير بالنهاية الإسلام مفرغ من المحتوى، وهو أيضا خلى هذا الإسلام نفسه ساحة للصراعات القوى المختلفة، ومكان يدعي الوصل به الجميع من أجل أن يقول أنه هو الحريص عليه،
بمعنى المعاني أصبح هذا الدين المفرغ المحتوى قابل لكل صورة، فبالتالي أصبح وسيلة لا غنى عنها، ممكن أن يتاجر بها الجميع. تخيلوا مرات حتى الدول الغربية تحدث عن الإسلام، هذا الإسلام السمح اللطيف الجميل، وكأنما هو يعني مالتهم. فتخيل أنه هذا الدين بدأ يعني منذ اللحظة الأولى تحول إلى مادة مفرغة من المحتوى، وبإمكان أي واحد أن يلبس قميص هذا الدين ويدعيه ويصفق له الآخرين. لماذا يصفق له الآخرين؟ لأن من يدعي هذا القميص يرغم الآخرين على التصفيق له، ليس لأنهم مؤمنين به، بل لأن هذا الدين الذي وصلنا هو مفرغ من المحتوى ويرغم الجميع على الإيمان به بسبب حد الردة. فأنت تؤمن برغم أنفك، ومهما كان. وأضاف ولا هذا رجال الدين شرط الولاء للولي الأمر، وسمح له حتى بضربك وبالصياط وأيضا سرقة مالك، ومع هذا أنت مرغم على طاعته. هذا الإسلام الذي تم تفريغه تماما وأصبح لا يمكن، أصبح غير قابل لأن يستعمل على الإطلاق. هذا رأيي يعني الذي أتحدى، ما أحب التحديات، لكني أتحدى من يقول لي ما هو هذا الإسلام، ما هو معنى الدين الصحيح. سيقول لك كلام عام إنشائي، الدين الصحيح اللي نفتح القرآن ستعرف الدين الصحيح، هذا كلام إنشائي، مفاهيم غامضة ما لا تعرف ما هو الدين. يتحدثك بكلمات كل من لها معاني متعددة، الله، محمد، الرسول، النبي، القرآن، السيرة، الحديث، هاي كلها مصطلحات غامضة راح يقدمها لك وتعتقد بأن هاي كلمات وهذه الجمل هي تمثل الدين الصحيح. يعني هو يتحدث عن أحلامه وأمانية، لا يتحدث لي عن الواقع على الأرض. حدثني عن هذا الدين على الأرض، ماذا أحدث، ماذا أنتج، ماذا قدم. عندما تحدث عن الرأسمالية مثلا فيها مساوئ كثيرة تخصها، قالوا هاي مساوئها، قالوا حسناتها. عندما تحدثوا عن الديمقراطية قالوا هاي مساوئها، هذه حسناتها وهذه النماذج التي نقدمها لكم. فبالتالي لا تتحدث لي عن الديمقراطية مثلا باعتبارها شكل عظيم وجميل وينصف الناس ويضع الناس تحت، يعني يتعامل أو يتيح لهم تقرير مصيرهم وتقرير أو فعل ما يشاءون. فكلام جميل، لكن على أرض الواقع يجب أن تتحدث. كل واحد يقدر يحلم، كل واحد يتصور، كل واحد يقدر يقول هاي الأشياء يجب أن تكون كذا وكذا، لكن تعال طبق ليها على الأرض. الإسلام على الأرض، هذا هو اللي دائما في قناتي أتحدث عنه، الدين على الأرض وليس الدين الذي في القلوب. وأرجو بالتأكيد من الجميع أن يعرفون أنني لا أريد أن أتحدث عن الدين الذي في الأفئدة ووجدان الناس وضمائرهم، لكن أتحدث عن الدين الذي نريد أن نعيد فحصه وتدقيقه ومشاهدة ما فعله على الأرض أصحابه ومدعيه والمنابزين به أو المنافحين عنه ويدعون الناس إلى القتال إلى الأبد من أجله، ولا تعرف ما هو، ولا يعني مجرد سر خلفي ولا تسأل شيئا. هذا الحال وصلنا إلى حال مؤسف ومزري، حال ديني مؤسف ومزري، وجعل هذا الدين مختطف. كل من أتى اختطف هذا الدين، اختطف كتابه المقدس، اختطف حديثه وسنته ونبيه، وجعله حكرا له، قطاعية خاصة به، والويل لكل من يتحرش به. أصبح هنا ولي الفقيه، وهنا ولي فقيه، وهنا إمام الأئمة، وهنا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء الدين، وهذا والكل لا يجرؤ أن يتحدث معهم ويقول لهم القرآن أصبح باب مغلق، لك فقط أن تحفظه، لك فقط أن تردده، أن تسمعه، إنه أغنية، هو إيقاع، لكنك لا 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 حق لك بفهمه. وهو الذي يقول إن أنزلناه للناس أجمعين، كما واضح، كما أثبت الواقع والتاريخ والشواهد بالملايين التي تؤكد أن هذا الدين أو أن هذا القرآن وهذا الكتاب لم ينزل للناس أجمعين، إنما نزل لمجموعة من رجال الدين اللي هم بالحقيقة هم مجرد كهنة، وصلوا هذا الدين
وهذه الفكرة العظيمة إلى نفق مسدود لا يمكن تراجع عنه، وحشروا أنفسهم وحشروا الناس أجمعين معهم، وعلينا أن نتخلص منهم ونتجاوزهم ونتجاوز تاريخ كله. كتاب ومشروع جميل ولطيف وعظيم، واستغرق وقت طويل في عبر تاريخنا، وحان الوقت للتخلي عنه لأن الزمن اختلف وشروط الحياة اختلفت. لم تعد المجتمعات بحاجة إلى إله واحد، إله واحد يعني يدير الحياة بكل تفاصيلها على الأرض، لا، إله موجود يؤمن به الجميع، وهذا إلى اعتباره وإلى احترامه. ولكن عندما يعود الإنسان إلى بيته يتعبد بها مع هذا الإله، ولكن لا يستطيع أن يأخذه معه إلى المدرسة أو إلى المستشفى إلى السوق، لا يستطيع أن يأخذه معه إلى الجامعة إلى المختبر. ماذا يفعل به؟ لا ينفعه في شيء. هذا الإله يبقى يعني أسير، أو يبقى مكان للاستراحة الروحية، وكل إنسان يتعبد بطريقته ويترك الآخرين يتصرفون كما يشون، لأن الحياة أصبحت أوسع بكثير من الحياة التي ظهر فيها هذا الكتاب وظهر فيها نبي هذا الكتاب وإله هذا الكتاب. هذا الإله كان إلى مساحته المحدودة، هو إله محلي مهما عظمناه ومهما قدرناه، لكنه يبقى محلي رغم سعة قوته وقدرته وطاقته، لكن علينا أن نعترف بالحقيقة. هذا إلهنا الخاص ونعترف به ونجله ونقدره وليس أكثر من هذا. الحياة لها شروطها والآخرة لها شروطها ولها وضعها المختلف، علينا أن لا نوصل بين الطرفين كما أرى الآن على الأقل. هذا الحال الإسلامي المخزي جعلنا نسخر حتى أو الناس تسخر من كل من يقول أنه مسلم فقط، أو نشفق على شخص يقول في هذا الأمر يقول أنه مسلم فقط وليس أكثر من هذا. لازم إحنا لن يقتنع أحد بهذه المقولة، عليه أن يقول أنه مسلم مثلا بالمذهب الفلاني، أنه من محسوب على الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني. أي إنسان يتحدث بهذه اللغة الآن يعني يعتبر هذا مسكين. بصراحة خلينا نحكي بصراحة، ليش لابد أن كل إنسان أن لا يكتفي بأن يقول هو مسلم؟ المسلم الآن عملة نادرة جدا ومضحوك عليه ويعتبر مغفل وساذج، إنه ماذا يعني أن تكون؟ لم يعد هناك شيء اسمه إسلام على الإطلاق بيننا، ومن وجد فهو مقموع ومتروك، ولا يجرؤ أن يخرج على الناس ويقول ما يقول عن دينه الخاص. وحتى لو وجد هذا المسلم الذي بعض القرآنيين يقول لك أنا مؤمن بهذا الدين فقط، فإذا كنت مؤمن به فهل تؤمن بالتبي والجزية واقتلوهم حيثما ثقفتموهم؟ هذا أشياء محرجة لك كمسلم. المهم أنت تجرد هذا الدين من الشريعة، جرد من المواقف الأخرى، جرد من الأحكام، جرد من الأشياء التي حدثت، وأخذ الآيات السلم والآيات اللطيفة المتسامحة، والباقي مش مشكلة. يعني لن تنقلب الدنيا إذا أنت تجاوزتها أو لم تعمل بها، لا بأس بهذا الأمر. وحتى لو تجاوزت مسائل الفرائض وما إلى ذلك أيضا تبقى أنت مسلم، يعني الثقافة الدينية باقية، يعني ما راح تطير. أختم أقول أن العرب لا دين لهم بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولم يصلوا لهذه المرحلة التي يشكلون بها دين، وأيضا بالتالي لا يستطيعون فيها أن يشكلوا دولة ما داموا يفكرون بهذه الطريقة التي تفرق كل شيء من محتواه وتجعله رجراجا مطاطا مرنا إلى حد بعيد، بحيث لا تعرف ما معنى الكلمات، لا تعرف ما معنى كلمة دين، ما معنى كلمة مسلم، ما معنى كلمة قرآن. كل الأشياء ملغزة وملغزة وعائمة ولا تعرف أصلها من فصلها. ويبدو أن هذا الحال هو لم يحدث صدفة، إنما كان يحدث بطريقة متعمدة لكي يتيح للجميع الحرية الكاملة لأن يفعلوا ما يشاءون، يقتلون ويسلبون ويسرقون ويزنون، وهنالك نص ديني يشفع لهم وإمام يوقع لهم على بياض. وحتى الإمام الصادق سيفعل هذا في المناسبة، لأنه ينهل من الدين الذي ورثه والذي يسمح له بكل هذا الشيء. الدين الذي وجد عندي حلقة أقول بها أن الدين هو
وسيلة لضبط عمليات العنف وشرعنة العنف الموجود داخل الإنسان وداخل مجتمعاتنا تحديدا. الدين الإسلامي الموجود هو دين لا علاقة له بالدين معنى الدين، إنه موجود لكي يبرر العنف الموجود داخلنا والذي لم نستطع تهذيبه، بل ما فعلنا ما هو أسوأ، وجعلنا وخلقنا وصنعنا دينا يبرر لنا العنف ويبرر لنا القتل ويبرر لنا ممارسة كل ما نشاء بأي طريقة، نسرق وننهب ونزني ونسبي ونفعل الأفاعيل، وبعد ذلك نقول هذا هو الدين الصحيح، هذه تعاليم الدين ونحن أبرياء، ونلقي المسؤولية على الله ونحمله كل تبعات كل شيء. يعني نحن لسنا من يعبد الله، إنما نحن وضعنا الله وجعلنا الله هو شماعة نلقي عليها كل ما يعني ننفذ عبرها كل ما نشاء. شكرا جزيلا وأسف الإطالة، وأتمنى أسمع آراءكم. مع السلامة.